أسامة برهم الناشط يعني نراك في كل مكان وفي كل ميدان. أسامة لماذا هربتم من سيارات المياه العادمة؟ طيب أول شيء لماذا أتينا لهنا أحمد؟ صحيح ليش جينا هون؟ هي نداء من الشيخ جراح من هذا الحي، هو استغاثة لكل الأحرار في القدس ومن يستطيع الوصول إلى القدس. إن سقط الشيخ جراح ستسقط باقي الأحياء وضواحي مدينة القدس. المعركة ساخنة في حي الشيخ جراح، والقانون والمحكمة والقضاء هو ليس محايد، هو مع جانب الاستيطان ومع المستوطنين، وهي يعني محاولة تفريغ هذا المكان. ليش هربنا؟ هربنا حالنا حال الناس حينما تم رش الجميع في المياه العادمة. السيارة هي موجودة هون حتى على الصحفيين وحتى على المسعفين وحتى على أهالي الحي، يعني هذه السيارة لا تفرق إلا بيننا وبين الجنود والمستوطنين. الجانب اللي بوقف عليه مستوطنين وجنود لا يتم رشهم في المياه، أما الجانب الآخر حينما يكون صحفيين ينقلون المشهد يتم رش المياه عليهم من أجل إبعادهم عن هذا المكان. وبالتالي هذا المشهد الذي نراه عمليا في شيخ جراح يمثل أيضا غضب فلسطيني، غضب الأهالي مما يشهد. شوف الأهالي هم بين المطرقة والسندان، ما بين الدبلوماسية والمحاكم والمحكمة الظالمة، وما بين نداءات الاستغاثة للناس أن يكونوا موجودين هنا في هذا الحي. وأنا كمان مرة بكرر، مش بأسم سكان الحي، بأسم كل حر، يجب أن نتواجد في هذا الحي حتى اللحظة الأخيرة، وحتى يعني إن لم نستطيع أن نوقف حتى نؤجل أكثر ما يمكن قضية ترحيل السكان الشرعيين والأصليين في هذا المكان من هذا المكان. شكرا لك أسامة برهم الناشط. هنا في مدينة القدس الصورة هي صورة صعبة جدا، متوترة جدا، في وسط حي الشيخ جراح.